طيب حبينا برضو نكلم حضراتكم في الجانب والوضع الاقتصادي. عارفين ان دي ابرز قضية وبقت يعني بتشغل الكثير من المواطنين، ومش فئة بعينها ومش ناس بعينهم. يعني موضوع الأزمة الاقتصادية أو الوضع الاقتصادي وما سيصل إليه الاقتصاد المصري في الفترة القادمة، ده بقى الشغل شاغل لكل المواطنين بجميع فئاتهم. خليني أروح مع حضراتكم لموضوع آخر، وإحنا بنتكلم عن الاقتصاد النهاردة هيتم افتتاح أكبر حقل لإنتاج الغاز داخل مياه البحر المتوسط، وأعلنت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة إن المحافظة هتشهد اليوم افتتاح أكبر حقل لإنتاج الغاز داخل مياه البحر المتوسط على بعد 65 كيلومتر من ساحل رشيد بمحافظة البحيرة. طيب إحنا بينضم لنا المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة. باش مهندسة نادية صباح الخير يا فندم، وتحياتي حضرتك. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. اهلا بحضرتك معانا. خلينا نتكلم عن افتتاح اكبر حقل للغاز النهارده داخل مياه البحر المتوسط، حجم الانتاج هيكون ايه يا فندم، وده هيعكس ايه للمحافظه؟ اتفضلي. هو ان شاء الله ده يعني بسم الله الرحمن الرحيم، انا سعيده جدا النهارده، والمفروض كل المصريين يبقوا سعداء. النهارده هيفتتح بئر لإنتاج الغاز والبترول من أكبر الآبار في منطقة رشيد وإيدكو. إن شاء الله كبداية هينتج 550 مليون قدم مكعب، ودي كمية طبعا الحمد لله هتكفي حوالي تلت احتياج مصر من الغاز. فده طبعا معناه إن إحنا خلاص بننتج حاجة محلية، مش هننتظر الاستيراد بصفة تامة. هيوفر طبعا عملة صعبة، يعني متوقع كده زي دراسات الجدوى اللي عملتها الشركة، يوميا ممكن أوفر في حدود 15 مليون دولار فرق الاستيراد عن فرق الانتاج المحلي. ده طبعا واضح يعني ان ده هيكون في فايدة للإنتاجية في الانتاج مصر بشكل عام من الغاز. طيب خلينا اتكلم حضرتك برضو عن فايدة هذا الافتتاح للمحافظة تحديدا لمحافظة البحيرة. لا هو طبعا فايدة كبيرة، اولا احنا المحافظة جزء من مصر، وده بيسعدني طبعا ان في محافظتي يبقى في هذا المشروع العملاق، لان ان شاء الله في السنتين الجايين كميه الانتاج دي هتتضاعف. انما بوجه عام لما بيبقى في مشروع كبير زي كده، ده بيعمل تنميه محليه شامله لكل اهل رشيد وإيدكو، لان الشركه بيبقى لها مساهمات مجتمعيه بتقدر تساهم في تزويد المستشفيات بالاجهزه الكبيره، بتجديد واحلال المستشفيات، تجديد واحلال الطرق، تشغيل عماله، يعني يمكن في حوالي 2500 عامل وشاب وشابه تم تعيينهم في هذا المشروع. فدي كلها يعني حاجات تنميه، ده غير صحيح طبعا الجانب التنموي. صحيح يا فندم. بالظبط، غير ان المنطقه كلها بتنتقل الى يعني حاجه حضاريه جميله بيتوافد عليها المصريين وغير المصريين. فيعني الحقيقه انا في منتهى السعاده النهارده، والمفروض بقول لكل مصري انت لك تبدا تشوف المشروعات اللي كنا بنتكلم عليها من سنه او من سنتين بدات تظهر على وجه الارض. في حته انا لازم مش عايزه ابدا اغفلها. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. ان هذا المشروع كان المفروض هينتج بعد سنتين من دلوقتي، فكانت تعليمات السيد الرئيس لا المشروع ينتج فقط من بعد سنتين مش بعد 4 سنوات. الشركة قدرت تغير يعني اسلوب تقنيتها، وفعلا الانتاج هيخرج من الغاز بعد سنتين، ويمكن النهاردة كمان احنا قبل سنتين بشهر، يعني كان التاريخ الانتاج كان هيكون 30/6/2017، احنا النهاردة ان شاء الله 10/5، فده برضو حاجة انجاز صحيح ووقت قياسي طبعا. بالظبط يا فندم، وده برضو انا بقول يعني الناس كلها اللي بتشوف المشروعات القوميه وازاي بيبقى في تحفيز من سياده الرئيس وكل العاملين في مصر او كل القياديات. صحيح. ان احنا عايزين نسابق الزمن عشان نلحق التنميه، وده كله بيعود طبعا على المواطن وعلى مصر كلها داخليا وخارجيا. صحيح. خلينا نكلم حضرتك يا باشمهندسة في الجانب التنموي في محافظه البحيره اثناء وبعد افتتاح هذا المشروع.
والله ما انا زي ما قلت لحضرتك هيبقى في تنميه في كل مناحي المحافظه، هيبقى في تنميه قلت لك في الطرق، هيبقى في تنميه ممكن نخليهم لو في تجديدات في محطات الميه، في محطات الصرف، بيبقى في الزام على هذه الشركات الكبيره المشاركه المجتمعيه، غير طبعا الناس اللي اشتغلت في هذه الاماكن، والناس اللي بتشتغل في شركات كبرى زي دي بتتعلم وبتتدرب على اعلى اساليب الإدارة في العالم. صحيح. فدي برضو من ضمن التنمية اللي حيشهدها المشروع واللي حيشهدها أهل إيدكو وأهل رشيد. بالتوفيق طبعا، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا باشمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، بشكرك يا فندم شكرا جزيلا، وبتمنى لحضراتكم طبعا كل التوفيق.